الله أكبر سمع الله لمن حمده لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن السماء سماؤه والأرض أرضه والملك ملكه والأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه ونحن خلق من خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان من بكت من خشيته العيون سبحان من أمره كاف ونون سبحان من سبح بحمده الأولون سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القيامة عدله سبحان الذي في القبر قضاؤه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلينا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلينا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك، اللهم أعده علينا سنوات عديدة وأزمنة مديدة، اللهم لا تفتنا بعدا، ولا تحرمنا أجرا، ولا تغيرنا بعدا، اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان، واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك الكريم، والهداية إلى صراطك المستقيم، ونسألك اللهم قلوبا نقية، وعقيدة صافية، ونية خالصة، وأخلاقا كريما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وأنفسا مطمئنة. اللهم طهر أعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تسمع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وبر الوالدين. اللهم اجعلنا دعاة لدينك بحق، نحب من يحبك، ونبغض من يعاديك، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، لا نخاف فيك لومة لائم، نقول الحق ونرضيك، ونسخط الجن والإنس. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك بأموالنا وأنفسنا وأرواحنا وأهلينا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بصدق، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بصدق، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بصدق. اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وحرمت على النار جسده وعظامه، وأسكنته في الآخرة دار المقامة. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها، وأحيها من موتتها. اللهم أصلح حكامها وولاتها، اللهم خذ بيدهم للحق، واقذف في قلوبهم الخوف منك، وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار. اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان،
اللهم أصلح شأنهم، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم أعد للدين عزه، اللهم أعد للدين مجده، اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم، اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم، اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين، اللهم أعد لنا عمر، اللهم أعد لنا أبي بكر، اللهم أعد لنا عثمان، اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان، وارفع راية الدين، واخزِ راية الكفار، اللهم اخزِ الكفار، اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك، اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة، اللهم عليك برأسهم، اللهم عليك برأسهم، اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالقردة والخنازير، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك، اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ففرحنا بركعتين في المسجد الأقصى، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وارفع راية الجهاد، وأعلي دينك، وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا في الكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك،
يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر. يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.